بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة بنناقش موضوع من الموضوعات الشائكة الحساسة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وليها تطبيقات كثيرة، وبعض الناس بتاخد منها يعني اسلوب تعامل أو حياة، وبالتالي وجب أننا نتكلم في هذا الموضوع حتى لو كان الموضوع فيه شيء من الحساسية، وهو موضوع خروج الحسين رضي الله عنه على الدولة الأموية. طبعا الحسين له قدر كبير جدا في الميزان الإسلامي في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه حبا جما هو وأخوه الحسن رضي الله عنهما، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث صحيح، قال: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فنحن في هذه الحلقة نقدم بهذا الحديث لنبرز حبنا للحسين وللحسن رضي الله عنهما، ورضي الله عن أبيهما وعن أمهما، وصلى اللهم وسلم وبارك على جدهما صلى الله عليه وسلم. أيضا روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وهو حديث أيضا صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في هذه الحلقة احنا هنحط بعض الضوابط مهمة جدا في تحليلنا للحدث، لحدث خروج الحسين على الدولة الأموية. أهم شيء الاعتماد على الروايات الصحيحة، نمرة واحد. نمرة اثنين، التقييم الشرعي للحدث المبني على القرآن والسنة لا على العاطفة والهوى، لأن ممكن عاطفتي وهواي يكون مع شيء، وعقليتي أو حججي العقلية على شيء، وتكون الآيات والأحاديث في اتجاه آخر، فلازم أكون التقييم بتاعي شرعي معتمد على القرآن وعلى السنة. الحاجة الثالثة المهمة جدا من الضوابط هي عدم التقليل من قيمة الشخصيات المعتبرة. في شخصيات هتذكر أسماءها في القصة مهمة جدا، أسماء كبيرة جدا، لا أقلل أبدا من شأن أي من هذه الشخصيات حتى لو كان رأيه مرجوح في القصة بتاعتنا. القصة بتبتدي من بيعة يزيد ابن معاوية، معاوية رضي الله عنه قبل أن يموت بحوالي 4 سنوات، سنة 56 من الهجرة، بايع ابنه يزيد ابن معاوية على ولاية العهد. طبعا التفاصيل في هذه البيعة كثيرة، وإن شاء الله ممكن نبقى نفرد لها حلقة خاصة، لكن الشاهد في الموضوع أن الأمة الإسلامية بايعت يزيد ابن معاوية بيعة شرعية صحيحة في ذلك الوقت. محدش يقدر يقول أن معاوية ابن أبي سفيان فرض هذه البيعة بالسيف، وإلا أزرى بالصحابة الكرام وبالتابعين الكرام اللي كانوا معيشين في هذه الفترة. أن الأمة الإسلامية بشكل عام، وكانت دولة ضخمة جدا دولة الأموية في ذلك الوقت، بتكلم عليها من تقريبا من الجزائر أو المغرب إلى يعني تقريبا غرب الصين، دولة واحدة ففيها ولايات كتيرة جدا جدا، كل هذه الولايات بايعت يزيد ابن معاوية بما فيها من الصحابة والتابعين، يعني في المجمل إلا ثلاث أفراد، مش ثلاث ولايات، ثلاث أفراد: الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. فالثلاثة دولت لم يبيعوا وما أقروش ببيعة يزيد، وكان حجتهم في كده أن يزيد ابن معاوية يعني ابن لمعاوية، وبالتالي لو دعمنا بيعته هنبقى دعمنا نظام كسرى وقيصر، اللي هو نظام توريث الحكم للأبناء. لكنهم في نفس الوقت ما قالوش أي علة أخلاقية أو إدارية أو قيادية في يزيد بن معاوية، ده أفضل شيء يرد بالناس على من يهجم على يزيد في أخلاقه، لأن الناس كتير دفعت وناس كتير هجمت. لو كان في مشكلة أخلاقية عنده كان اتكلم فيها يعني هؤلاء الثلاثة الذين اعترضوا، لكنهم اعترضوا فقط على موضوع التوريث، وقالوا أقيصرية أو كسروية، يعني هنمشي على نظام قيصر وكسرة في التوريث، فده اللي رفضوه وبالتالي لم يبيعوا. طبعا غنية عن البيان أن البيعة كده تكون صحيحة، لأن أنا مش مطلوب أن بيعة الولي العهد أو بيعة الإمام أنها تكون متفق عليها في الأمة كلها بنسبة 100%، بالعكس ده لو 60% خلاص بقى إمام، لو 70% بقى إمام، ما بالك لو واصل لهذه الدرجة اللي متكلم على أن الأمة كلها مبيعة بما فيها من الصحابة والتابعين باستثناء ثلاث أفراد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث صحيح مسلم عن عرفجة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات. هنات يعني أزمات أو مشاكل أو تتعرض الأمة لفتن.
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، وفي رواية وهي جميع على رجل واحد، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. طبعا حديث شديد جدا، وحتى كلمة كائنا من كان ديت كأنها قلة لهذه الأحداث، لأن هي يعني إحنا ممكن ننظر لبعض أشخاص الخارجين عن حكم الدولة المجموعة ونقول إن مستحيل هذا يتعرض له بمقاومة أو بضرب أو بقتل أو ما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الحديث يهدف إلى إيه؟ إلى توحيد الأمة، بيقول إن وحدة الأمة واتقاء الفتنة أعلى من المصالح التي يريد أن يحققها هذا الخارج على حكم الدولة، وبالتالي قال هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مثال من الأحاديث، الأحاديث من هذه النوعية كتيرة جدا بتدعم إن, إن, إن الأمة لا تتفرق بعد بيعة رجل من الرجال أيا كان هذا الرجل، طالما أن تمت بيعة خلاص انتهت القضية، وحتى لو كان فيه من هنا من هو أفضل منه في الأمة بعد ذلك. طيب بعد ما تمت هذه البيعة وبعد موت معاوية ابن أبي سفيان سنة 60 من الهجرة، اتولى يزيد بن معاوية حكم البلاد وبيعته زي ما قلنا بيعة كاملة. في هذا التوقيت أهل العراق بعتوا رسالة للحسين بن علي، هم عارفين هو رافض موضوع البيعة، فبعتوا له رسالة قالوا تعالى نساعدك على أنك أنت تبقى خليفة، ونبيعك على الخلافة بعد يعني بدل يزيد بن معاوية. في وجود بيعة يزيد بن معاوية، في وجود يزيد بن معاوية كخليفة، قالوا له تعالى نبيعك على هذا الأمر. طبعا هذه الدعوة يا أخوانا لو نحللها بالقرآن والسنة دعوة غير شرعية، يعني غير شرعية أن أنت تبايع لخليفة في وجود خليفة مبايع، فالخليفة خلاص انتهت القضية وحسمت، زي ما قلنا الصحابة والتابعين أقروا بخلافة يزيد بن معاوية وجددوا هذا الأمر بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، فكانت هذه البيعة غير سليمة من أهل العراق للحسين رضي الله عنهم. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. النصوص في هذا الموضوع شديدة جدا زي ما أنتم شايفين واضحة، وقايلها ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يمنع حد أنه يفكر في هذا الموضوع أصلا. فمن المفترض أساسا أن الحسين ما كانش يقبل هذه الدعوة التي أتته من العراق، كان عليه أن يتأسى بأخيه الحسن. الحسن رضي الله عنه كان الحكم في دين الفعل، وتركوا لمعاوية بن أبي سفيان بغية اتحاد الأمة، مع ان هو الحكم في ايديه وهو افضل، يعني الحسن ابن علي رضي الله عنه كان افضل من معاويه بن سفيان رضي الله عنه، لا جدال في ذلك، لان هو يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من الحكمه والقدره والكفاءه واشياء كثيره وعلم الشرعي، امور كثيره جدا بترفعه فوق قدر معاويه، ومع ذلك تنازل لمعاويه بغيه توحيد الامه، وده كان فضل كبير جدا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم اطلق عليه لقب سيد لهذا الامر، يصلح الله عز وجل به بين الطائفتين. بينما الحسين لما لا يملك، يعني هو الحسن كان يملك وتنازل، الحسين كان لا يملك وذهب إلى العراق لكي يملك الحكم بدلا من يزيد ابن معاوية. طبعا هو متأول يرى إن أنا لو قدرت دلوقتي إن أنا أمنع يزيد من الحكم هوقف عملية التوريث اللي ممكن تستمر بعد كده في الأمة، لكن هذا كمبرر شرعي غير كافي لخروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أنا ما بقولش إن أنا اللي بخطأ حسين في الخروج، أنا بقول إن ده الموقف العام للصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن الحسين بن علي، هو عايشين معاه في نفس الفترة المرحلة التاريخية، قالوا له الكلام ده ما ينفعش. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من هو في الفقه والعلم والدراية، كان معاصر لهذا الحدث، قابل الحسين والحسين بيقول له رأيك أنا هخرج للعراق، قال له لا تفعل بمنتهى الوضوح لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرت، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خيرت بين أن أكون ملكا نبيا أو نبيا عبدا، فقيل لي تواضع فاخترت أن أكون نبيا عبدا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخرج. قال فأبى فودعه عبد الله بن عمر وقال استودعك الله من مقتول. والرواية صحيحة،
مسند البزار والطبراني وهي مروية بسند صحيح. يبقى ده موقف عبد الله بن عمر طبعا ليه مؤيدات كتيرة. شفنا عبد الله بن عمر يعني في أكثر من مرة بيحاول إن هو يمنع الحسين ويمنع أهله من الخروج على يزيد في مواقف كثيرة جدا، وكلها يعني مواقف مشهودة لعبد الله بن عمر، مع العلم إن عبد الله بن عمر كان من المرشحين للخلافة وهو أهل الخلافة من أيام عمر بن الخطاب نفسه، من ساعة ما قتل عمر بن الخطاب وكان الناس مرشحها عبد الله بن عمر، لولا ان عمر قال لا ما تبقاش يعني في آل الخطاب، ورجع بعد كده في الفتنة بعد في زمن علي ومعاوية رشح للخلافة عبد الله بن عمر، وبرضه رفض عبد الله بن عمر الأمر. فيعني له مكانة سياسية وفقهية وعلمية وشرعية كبيرة، وهو ده رأيه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان برضه معاصر، قابل برضه الحسين وقال له ما تطلعش للعراق. قال غلبني، أبو سعيد يحكي ويقول غلبني الحسين بن علي على الخروج وقد قلت له اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك، ولا تخرج على إمامك اللي هو يزيد ابن معاوية، حتى لو كان الحسين بن علي أفضل من يزيد، وهو أفضل لا شك من يزيد ابن معاوية، لكن دي قواعد شرعية لا تتبع الهوى ولا تتبع العاطفة. أنا عارف أن قلوب المشاهدين والمشاهدين دلوقتي مع الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة رضي الله عنها له مكانة كبيرة، سيد شباب أهل الجنة، كل هذا لا يمنع أن هو في الآخر بشر، وارد أن هو يجتهد فيخطئ ويجتهد فيصيب، ده معرض ليه كل البشر. الأنبياء معصومون لكن البشر العامة غير الأنبياء غير معصومين. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، كان معاصر للحدث برضو، قابل برضو الحسين. كل جايز الناس متعرفش كل هذه التفصيلات عشان كده متعاطفة مع موضوع الحسين، لكن لما تعرف ان عبد الله بن عمر قابله قال له الكلام ده، وأبو سعيد الخدري قابله قال له الكلام ده، وادي عبد الله بن عباس حبر الأمة يقابل الحسين. قال استأذنني الحسين في الخروج، كان عايش معاه في مكة في هذه الفترة، فقلت لولا أن يزري ذلك بي أو بك لشبكت يدي في رأسك، أمسكك من رأسك وامنعك من الخروج، لكن أنا مش هيكون شكلك حلو ولا شكلي حلو، يزري ذلك بك وبي، فأنا بنصحك أنك أنت تقعد ما تخرجش. فكان الذي رد علي أن قال، ده بيحكي عبد الله بن عباس برضو الرواية في الطبراني، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، يقول لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن يستحل بي حرم الله ورسوله، اللي هو البيت الحرام، يعني هو متوقع كده كده مش همشي مع يزيد هحاربه، فانا هطلع حربه في العراق بدل ما حربه في مكه، لان مش عايز اخلي مكه تستحل. ده كان وجهه نظر الحسين في انه يخرج لاهل العراق بدل ما يفضل في مكه، لكن في كل الاحوال هو هيحارب يزيد ابن معاويه. وقال له جابر بن عبد الله رضي الله عنهما برضو من كبار الصحابه، كان معاصر الحدث، قال له نحوا من هذا الكلام، ولم يوافقه في الخروج. خلي بالك الحسين لما خرج عدد كبير من الصحابه والتابعين عايش في هذه الفتره الزمنيه، لم يوافقه في الخروج أي من الصحابة المعاصرين. أنس بن مالك كان موجود، النعمان بن بشير رضي الله عنه كان موجود، عائذ بن عمرو رضي الله عنه من أهل بيعة الرضوان كان موجود، زيد بن أرقم كان موجود، حتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما اللي هو أصلا ما بيعش يزيد بن معاوية رفض أنه هو يدعم الحسين في هذا الأمر، قال له ما تخرجش، ما قالوش قال له ما تخرجش من منطلق سياسي، قال له أن أهل العراق هيبيعوك فما تخرجش، هيسيبوك في المعركة، وعمل قبل كده مع الموقف ده مع أبيك قبل كده مع علي بن أبي طالب، فما تخرجش، لكن مش من منطلق يعني شرعي، لأنه بعد كده عبد الله بن الزبير نفسه خرج على الدولة الأموية، لكن هو رفض أو شجع الحسين على البقاء لا على الخروج. والتابعين كلهم، سعيد بن مسيب كان موجود كبير التابعين، حسن البصري، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان من فقهاء المدينة الكبار المعروفين من فقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود برضو من فقهاء السبعة في المدينة، محمد بن حنفية اللي هو أصلا أخو الحسين، محمد بن حنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب لكن من أم غير فاطمة رضي الله عنها، من أم حنفية، مجاهد الشعبي، عمر بن سعد بن أبي وقاص، عطاء طاووس مكحول، كل دي أسماء. هم ده إحنا واخدين الدين منين؟ هم دول الكبار علماء المسلمين في ذلك الوقت، كلهم لم يخرجوا مع الحسين ولم يدعموا خروجه. الخروج على الحاكم يا إخواننا وإن كان ظالما أمر لا وجود له في شريعتنا،
الكلام ده كلام الشيعة. الشيعة هم اللي بيدعموا موضوع الخروج ده وبيرفضوا موضوع الانصياع للحاكم، والحاكم عندهم سني فهم خروجهم عنده على دينهم او على مذهبهم يعني جائز او مفضل. لكن احنا عندنا في الشريعة الاحاديث اللي انا قلتها في الحلقة، ارجعوا لها وخدوا كمان معاه هذا الحديث، وده برضو احد الامثلة الاحاديث ما اقدرش احصيها في حلقة قصيرة زي هذه الحلقة. روى مسلم عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني بتدعو لهم وبيدعو لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. طيب قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ لو في عندنا نوعية من اللي احنا بنلعنها ويلعنونا ويكرهها ويكرهونا نحاربهم زي ما عمل الحسين في هذا الموقف، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني هو بقى شرطه أنه يقيم الصلاة، كان بيقيم الصلاة في البلد خلاص، مع أنه عنده أخطاء كتيرة ومشاكل كتيرة شرعية، لكن مع ذلك طالما أقام الصلاة فأنت بتمشي في هذا الأمر تجنبا للفتنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. مفيش وضوح أكتر من كده. أنا بديكم بعض الأمثلة، الأحاديث في هذا المضمار كثيرة للغاية. خلاصات من هذه الحلقة: الأمر الأول، الأحكام الشرعية ليس فيها عواطف ولا حجج مبنية على العقل والاستنباط، لا، قواعد مبنية على القرآن والسنة. الأمر الثاني، عندما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج على الحاكم الظالم، هو لا يهدف بذلك الدفاع عن الحاكم الظالم، إنما يهدف صلى الله عليه وسلم إلى حماية الأمة من الفتنة، لأن تحقيق المصالح من هذا الخروج هتبقى أقل بكتير جدا جدا من الفتنة الناتجة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر. الأمر الثالث، إذا اتبع المسلمون شرع الله فإنه يأذن بالتغيير بالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى، لكن ليس بهذا النسق اللي هو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. الحاجة الرابعة، على المستوى السياسي، الناس اللي بتقول خروج الحسين رضي الله عنه على الدولة الأموية، عجبتك التجربة؟ يعني عايز تعيدها؟ ما أنت شفت النتائج، شفت نتيجة خروج الحسين بعدد يعني على الدولة الأموية، إيه اللي حصل منه؟ ما حصل منه للأسف الشديد قتل الحسين، وطبعا هذه مأساة ضخمة جدا جدا، كنا نتمنى أنها لا تحدث لكن حصلت للأسف الشديد. وإيه النتيجة في الآخر؟ إيه التبعات السياسية اللي حصلت؟ تبعات سياسية مؤلمة على مدار قرون، مش هقول على مدار سنوات قليلة، قرون استمرت التبعات حتى زمان الآن، مفيش مصالح اتحققت من هذا الموضوع أبدا. الحاجة الأخيرة اللي بقولها في هذه الحلقة وبها أختم، أن الحسين هنا مجتهد رضي الله عنه وأرضاه. حكم الشرعي كان مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وكبار التابعين وأنس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لكن في النهاية بقول أن الحسين رجل عظيم ورجل يعني سيد شاب أهل الجنة ومن كرام الناس، لا يمنع هذا الأمر أنه يجتهد ويخطئ في الأمر، بل انه لا يمنع ان هو يكون خروجه هذا ماجور عليه اجر الاجتهاد مع الخطا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، اجر الاصابه واجر الاجتهاد، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. فنسأل الله أن يكون الحسين له أجر في هذا الأمر، وأن يكون هو اجتهد وأخطأ، لست أنا الذي أخطئه ولا يعني أحد من العلماء، لكن عامة الصحابة الذين كانوا يشاركونه في الحدث هم الذين أصدروا هذا الأمر ومنعوه من الخروج، لكنه خرج ليقضي الله أمرا كان مفعولا. دي قضية الحسين وخروج الحسين، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.